يسلموا أخي. هذا الدوام عجبني. وأنا كمان. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. مساء النور. أوبا، بدنا نحجز سويت لو سمحتي لثلاث أشخاص، لأنه نحن فريق قوي. تكرم أستاذ، الهويات لو سمحت. شرفتنا حضرة الملازم. جعت ولا لسه؟ جعت طبعا. المطعم فاتح ما هيك؟ ايه أكيد المطعم بيفتح للوحدة، بس المطبخ مفتوح على مدار الساعة. إذا بتريدي فيكي تبعتي لنا حدا على الصيدلية المناوبة، المدام عم توجع رجلها، بدنا مسكن آلام. ايه طبعا تكرم. سويت رقم 200، وصل لهم الغراض. إقامة سعيدة. شكرا كتير. يلا تعا يا بطل. أوبا، تفضلوا من هون. يلا حبيبي من هون. تفضلوا. اوه هالأوضة هاي حلوة كتير. بتحبوا ورجيكم باقي السويت استاذ؟ ما في لزوم، مندبر راسنا. يعطيك العافية. ان شاء الله تنبسطوا عنا. شكرا لك. ونحن بنتشكرك. يسلموا. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. شوفوا هالتخت هاد قديش كبير. يلا ما رح اطلع عليكم. مو كأنه عم يكبر هالأزعار؟ اي والله عم يكبر. طلعت ريحتي بهالكم يوم، رح اعمل دوش فورا. جهزوا حالكم لتفوتوا بعدي. بس انا ما حسيت انه ريحتك مشعة. ولا حتى انا. يلا ما بتأخر. تعال حبيبي. امي. شو يا عمري؟ انا ما قلت لك انه بابا اكيد رح يلاقينا؟ شفتي شلون صح كلامي؟ مزبوط قلت لي. وليكو شو حابب تاكل هلا؟ البروكولي كتير طيب ومستعد اكل بيض. ليكي امي معشوق هون كمان. اي والله، والعاشقه معه مو لحاله. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.